هي كوكتيل، كوكتيل ما بين حد النهارده جاي يعمل لنا اكلات صحيه طعمها حلو وهنخس عليها والدنيا هتمشي زي الفل، وانها قدوه وقصه نجاح، وواحده عملت لنفسها نظام غذائي خست عليه لحد دلوقتي 13 كيلو ومكمله ان شاء الله، وقررت واحنا قررنا معاها ان هي تطلع في حلقه النهارده نشوف ايه الاكلات اللي خست بيها ونعملها على الهوا، وكمان نشوف هي خست ازاي. يعني احنا الفقره دي هنستفاد منها على قد ما نقدر. ايناس غريب انت منورانا. ازيك انت؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ مبسوطه ان انا معاكم. وانا كمان مبسوطه خالص والله. واحنا بننغي في الفاصل جوزها كان زميلي في احدى الشركات اللي انا كنت بشتغل فيها، بتقولي انت طول عمرك كده جامده وشخصيتك قويه ومش عارف. قلت لها لا انا هبقى حنينه بقى ومعاكي جدا. ايوه نبدا بقى انوس قبل ما نبدا. اوكي. لا 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 انت هتطلعي تجري على الليل على البوتاجاز يا ماما. حاضر. 13 كيلو في قد ايه؟ في هما على مراحل. انا بدات بالظبط من سنه اول ما ابني كبير دخل المدرسه. حلو. بدا بقى كنت انا مكتئبه شويه بصراحه فسبت نفسي. ابني بدا يقارن يقول انت تخينه، مامي فلان رفيعه، انا ليه يا ماما كده؟ ابنك مش جوزك؟ لا ابني. جوزي كان سايبني بصراحه. كلميه على الصوره كده. الصوره دي كانت اكتر من سنه ونص تقريبا. كنت تخينه فيها جداً. قوي. لا ده انا في حاجات كتير مداريه، الجاكيت متاري، عايزه كان في بطن اكني حامل عايزه. وبعدين وقررت ان انا لا ما ينفعش كده، لازم اكسب نفسي. وبصراحه قلت ان همشي صحي، مش هقدر ان انا اروح لدكتور دايت. طبعا دكاتره الدايت كلهم ناجحين، بس انا الموضوع فشل معايا انا، ان انا اخد ورقه وامشي بيها احس ان انا محرومه. حلو. عملتي ايه يا انوس؟ كل الديل، كل المخبوزات البيضه، كل استخدامي الشوفان بستخدمه في كل حاجه، في كيكات بستخدمه، في الكوكيز بستخدمه، في الصوص الوايت صوص البشاميل. شلت الديل الابيض، شلت العيش، مكرونه، يعني حتى لو هاكل مكرونه اكل مكرونه بني، الرز رز بني او فريك او رز بسمتي، اي حاجه بيضه شلتها خالص. سكريات استبدلتها بالعسل، العسل التمر، دبس التمر مثلا في الحلويات بيدي فايده، وببعد عن العسل عن السكر الابيض. اوكي. وبدات حسيت، جيت في النص تعبت شويه، قلت انا مش هقدر ان انا اضغط على نفسي اكتر من كده، هاخد ستوب شويه اهدى، اركز ان انا احافظ على الوزن اللي انا خسرته وابدا تاني من جديد. حلو. لان لو خدت الموضوع دايركت هتزهقي. اوكي. وانت عايزه تخسي قد ايه؟ انا المفروض ان انا كنت متجوزه 60 كيلو. يا اختي كلنا لما بنبقى متجوزين بنبقى حاجه، وبعد الجواز بنبقى حاجه تانيه خالص. نفسي جدا انزل للوزن اللي اتجوزت بيه 60 كيلو. 60 ان شاء الله. اوكي. وانت دلوقتي قد ايه؟ 65. وانت دلوقتي قد ايه؟ دلوقتي انا اخر مره وزنك كنت 76. اه قدامك 16 كيلو. وهنفضل ماشيين بنفس النظام. بنفس النظام. يلا بقى قولي لنا كده بعد من الاكلات اللي انت خسيتي عليها كده اللي احنا هنعملها دلوقتي. تمام. احنا هنعمل قوالب كوسه بالبشاميل، بصوص البشاميل، بس صوص الشوفان بقى، ما هو مش بشاميل، هيبقى شوفان. يعني ايه صوص شوفان؟ زي البشاميل بالظبط، بس بدل الدقيق الابيض بنستخدم دقيق الشوفان. بنجيب الشوفان حب وبنطحنه فبيدينا نفس ملمس الدقيق. حلو. دي نشويات معقده، هي مفيده للجسم اكتر بكتير من نشويات البيضه، اللي هو دقيق رز الحاجات دي كلها بتعمل لنا خلايا دهنيه. طب صوص الشوفان ده قلنا كده سريعا عملتيه ازاي؟ صوص الشوفان ده عباره عن معلقه زيت زيتون، حطيت فيها معلقه الشوفان، معلقه شوفان زي ده كده بالظبط، دقيق قلبت كويس، نزلت عليه باللبن خالي الدسم. بعد كده بنجيب حاجه من الاثنين، يا اما بحط كريمه بس كريمه خفق لانها بتبقى خاليه من الدسم، انا ما بستخدمهاش، بس في ناس بيبقى صعب عليها طعم اللبن بالزبادي، انا بحط كوبايه لبن عليها معلقه زبادي، اقلب كويس جدا، بتديني ملمس الكريمه وطعم كويس. أوكي. بضيفها على الموضوع، على الدقيق بالشوفان، وقلب كويس جدا 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 مع ملح وفلفل باربيكا اي توابل، بتديني نفس دي بالظبط اللي هي صوص الشوفان. اوكي يلا نبتدي اول واحده فيهم. طبعا هم لما قالوا لي انه في واحده عامله قصه نجاح وعامله نفسها رجيم وعامله اكلات وهي اللي بقى البطل والممثل والمشاهد وكده كله والمخرج، فقلت لهم لا تيجي
تعملي ايه يا استاذ؟ دي قوالب الكوسه، دي عباره عن كوسه بقسمها اتنين، بشيل قلب الكوسه اللي جوه وبحشيها بقى ايه لحمه مفرومه. ممكن نسيبها طبعا زي ما هي، بس كده ايه يعني شكل جديد. عين اهم حاجه برضو انا بهتم بيها، شكل الاكل. العين تاكل، عيني يعني عيني لما هترتاح لشكل الاكل انا هشبع بسرعه. صح. هي دي اللحمه متعصجه. فاكره فاتن حمامه في كان في اسمه ايه افواه وارانب، لما قالت للقدير، طبعا هم اتنين يعني علامه من علامات السينما، بس يعني قالت له ايه، انا ما بحبش اكل المطاعم. ايوه انا فعلا. فهو اكيد كان بيحب اكل المطاعم، عشان اكل المطاعم بيعرفوا يعرضوا الحاجه شكلها حلو. حلو. انا بقى ما بقتش بقدر اكل في المطاعم، عماله تاكل بس. صح، دي حقيقه. احنا هنا بنحط الكوسه على اللحمه المفرومه، عصقتها بمعلقه زيت زيتون او ممكن زبده غير مهدرجه، زبده بيضه فلاحي او زيت زيتون، ده البديل بتاعها، مع بصل والطاولة بتاعتي. حطيت ملح وفلفل، قرفه، جنزبيل، باربيكا. بس ده صوص الشوفان انا مجهزاه من قبل الهواء عشان بياخد وقت. هنحطه وبتعملي بقى الاكل ده للولاد في البيت وجوزك؟ بصي، هو انا جوزي مسافر، جوزي مش معايا للاسف، بس مفتقد الاكل ده، يعني معدته تعبته خلاص. طبعا عشان تعود على الاكل الصحي. ايوه، هناك هو بقى ايه على طول بيحاول على قد ما يقدر يتعلم مني. دي عباره عن جبنه، الجبنه دي شيدر وبارميزان وجوده 20% دسم. ودي يعني سوبر ماركت اروح اقول لهم عايزاها كذا كذا كذا؟ بالظبط، من قسم الالبان. اوكي، بيبقى موجود 20% دسم. هي موجوده، بتبقى يا اما الكامل الدسم يا اما 20% دسم. احنا بنستخدم حاجه اقل، يعني ما تكملش معلقه عشان تدينا بس ايه طعم من فوق ووش حلو. حلو. وهندخلها الفرن. ايه ده، انت سريعه قوي. ايه ده اهو، فعلا تلاقي جوزك مفتقد الاكل. هندخل بقى في الوصفه الثانيه، هنعمل مكرونه بالكبده والخضار. وصفه ثانيه ايه كده؟ احنا خلصنا لحد ما دي بتطلع من الفرن. طب طب استني بس، انت بتجري مني ليه كده؟ لا مش بجري منك. فين الجاهز؟ اقدمها على طول. يلا. اوكي، هي دي اللي احنا عملناها. طب طلع نجري كده اهي. يا سيدي عاملينها قبل الهواء. يا سيدي هندوق دلوقتي، هندوق. لا هتعجبك ان شاء الله. بس مش عايزين نبوظ شكل، عشان المره اللي فاتت قعدوا يقولوا لي ايه، بطلي تاكلي من الحاجه على الهواء عشان بتبوظي شكل الحاجه. ايه ده، هو كده خلاص خلصت الكوسه؟ بالظبط. برافو. طيب هنا زيت زيتون. هنا زيت زيتون، هنحط تومه. بعيد بقى، انا عايشه لسه. ايوه، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كبده. كبده مكرونه بالكبده والخضار. مكرونه بالكبده والخضار. استاذني بقى هحطها بسرعه اهي. خلاص، انا عارفه ان الكبده مفيده جدا جدا. حبيبي، في ناس كتير فاهمه انا حاطه دي عشان انت مش فاهمه. لا خلاص، انا جت في عيني، ما تقلقيش. معلش انا اسفه. اصابه في البركه. لا لا لا، انت اسفه ايه، ده احنا متعودين. الكبده ناس كتير فاهمه غلط عنها، ان هي سعراتها عاليه. كبده 100 جرام منها مظبوط ما بيكملش 190 سعر. مظبوط. بس اهم حاجه انا كنت بعمل رجيم، فالدكتور بتاعي كان بيقول لي صدور فراخ، سمك مشوي. بالظبط. لحمه مش عارفه كام جرام، ولما تزهقي كبده. بالظبط. قال لي بس تشوحيها، بلاش بقى اللي هي. ايوه، بلاش رده او ان احنا نقليها والكلام ده. هي الرده برده مفيده، بس الفكره ان الرده بتنفش بس ما بتشبعش. هنتبل بملح، مفيش كتير بس انا بحب الملح. وفلفل، وهنحط باربيكا. هو ثانيه واحده. هو انت قلتي رضوى بتنفش ما بتشبعش؟ لا، رده. أيوة. الرده. لا طبعا، يا ظلمه. ايه اللي رضوى بتنفش وما بتشبعش دي؟ في ناس بتحب رده. رده مش رضوى، رضوى هتنفش ازاي وما تشبعش؟ لا لا لا، الرضوى بتنفش وبتشبع على فكره. لا، في ناس بتفهم ان الرده ياخدوها مثلا على اي حاجه. اظن الكنترول بتاعنا سمعها رضوى بتنفش وما بتشبعش. لا يا، انا ما اقولش كده ابدا. فاحنا عايزين نقول لهم رضوى بتنفش وبتشبع عادي على فكره. احنا كده شوحنا، هنسيبها تتشوح. ممكن ندخل في الوصفه الثانيه عقبال ما نشوح الكبده. وانت بتجري ليه يا ست يا حاجه انت؟ مش بجري. طب قولي لنا مقادير، قولي لنا حتى المقادير بتاعت الكبده. انا هقولها وانا بس اسخن دي. اتفضلي. مقادير الكبده هتبقى مكرونه قمح كامل،
أوكي. ماشي. والخضار معانا فلفل الوان اهو، تمام. معانا جزر، معانا فاصوليا وكوسه. حلو. الخضار حسب الرغبه، انا بحب ازود الخضار في الوجبه اكتر من النشويات، يعني علشان النشويات هتتخن، الخضار مفيد. برافو عليكي. فانت طبعا لو حد حابب يزود اكتر مش يعني، بس انا هقلبها وانت شوفي عايزه بتعملي ايه. اوكي. فالخضار اللي هنضيفه حسب رغبه كل حد اللي عايز يحط. انا ما بحبش الخضار بجد. هنحط البصل ونقلبه معاه. ماشي. الردوه بتنفش وما بتشبعش. قال الوصفه الثانيه هتبقى معانا شوربه كريمه بالشوفان والمشروم والصدور الفراخ. ماشي. هي الطاسه معانا سخنه، هنحط برده زيت. انا عندي سؤال، هي المكرونه دي هتحط على الكبده صح؟ اه. اوكي. وانت سلقاها؟ ايوه مسلوقه طبعا. السرير المكرونه بيبقى بزيت ولا بدون؟ لا بملح بس. بملح بس. ما تحطش حتى نقطه زيت؟ لا 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 خالص. مش محتاجينها في حاجه. اوكي. جايبه ورا سنة. هنشوح البصله بسرعه. شوحتيها على فكره. ومعانا ومقادير على الشاشه اهو. شكرا. تمام. معانا هنشوح مايونيز، معانا بذور فراخ. كل ده مش هياخد وقت، يعني اكل سريع لو حد جاي من الشغل متاخر مستعجل. لا ويخسس بقى، عايزين نخس بقى ونخف. نخف يا جماعه، نكسب صحتنا. واللبس كده نعرف نلبسه كده. الشتا داخل، شكلهم خطير في اللبس والله. قمر. بعد البصل ده نعمل ايه؟ هنسيبها بس شويه كمان. هننزل بالخضار بقى. هنزل هنا بالخضار. بقى فقط الخضار؟ بس كده لسه شويه. هنا انا شوحت البصله، شوحت معاها الفراخ والشوفان، سوري المشروم. هنزل معاها بالكوسه، انا حاطه هنا مع شوربه الكريمه بالمشروم بالشوفان. انا دي بقى بالنسبه لي بتبقى وجبه، ما باخدش معاها حاجه تانية، فحاطه فيها كمان كوسه لان انا باخدت خضار وبروتين والنشويات اللي هي الشوفان. هنشوحهم برده كلهم مع بعض. الكوسه انا مش سلقاها، الكوسه ما بتاخدش وقت، فهتشوح هتستوي معاها. اوعي تتلسعي. لا لا ما تقلقيش. وعندنا جوانتي فرن في الدرج. شكرا. عندنا جوانتي فرن في الدرج. كنترول مصحصح قوي في الفقره دي، مش عارفه ليه. كويس. بس هي كده. بيقول لك احنا جعانين. فبيساعدوكي. شايفه المساعده جايه لك منين؟ هننزل بقى. انا كده لسه ما حطيتش توابل، بعد ما شوحتها احط ملح بسيط عشان انت مش بتحبي الملح. وفلفل. وهنزل بكوبايه اللبن بتاعتي. انزلي خشي عليهم. دي كوبايه لبن. هسيبهم بقى ياخدوا كده بس غلوه مع بعضيهم. هنا دي خلاص جاهزه، هننزل معاها بالخضار بتاعنا كله بقى، فلفل الوان طبعا، برضو الفلفل والخضار حسب الرغبه، زي ما يعني زي ما انتم عايزين. لا لسه كنت ببص على الفرن. حلو قوي. كوسه. الخضار مش اساسي، زي ما انت عايزه هتحطي خضار. بس انا بحب حطي ولا يهمك، خضار مفيد. اتفضلي يا حاجة. هنقلب بقى كويس. براحتك خالص، على الاقل من مهلك. طب كويس، معانا وقت. انا كل حاجه لما باجي اعمل حاجه ما بحبش احط التوابل كلها مره واحده، بنزل بالتوابل ستيب باي ستيب، يعني خطوه خطوه، كل حاجه انزلها احط لها التوابل بتاعتها. دي شكلها حلو قوي، يا رب تعجبك والله. هنا دي هسيبها برده تتشوحوا مع بعض شويه. أوكي. هنا دلوقتي دي غليت، هنزل عليها دي لبن عليه زبادي. زبادي بالظبط. هننزل بيه خالي الدسم. بالظبط، كل حاجه خالي الدسم. بس هنا الزبادي يعني في زبادي منتج جديد مصري حلو قوي اسمه زبادي بالطريقه اليونانيه، حلو قوي.
لا ما قلتش اسمه. لا 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 انا ما قلتش اسمه. لا لا بقول منتج مصري. لان احنا لا 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 ما تقلقيش هو منتج مصري. لا قولي لان موجود منه منتج مفترض بس غالي شويه فنزل منه. خلينا في المنتجات المصريه. بالظبط نزلت شركه بمنتج مصري حلو قوي لما بنحطه على اللبن بيبقى زي الكريمه بالظبط. بالظبط هو كمان ميزته ان هو البروتين بتاعه عالي والكربوهيدرات بتاعته قليله. اسمها بعد فتره. حاضر هديك الاسماء انت. وانا هفصلهم الاسم كده في الخبز. خلاص حاضر. هنا حطينا ملح وفلفل وهنحط رشه بربك. يا سيدي هي بربك عندي اساسيه في كل حاجه بحبها مش عارفه ليه هي والقرفه بصراحه. بابريكا هسيبها تغلي شويه ودي هنا بقى خلاص كده اهي. والفلفل هننزل بقى بالمكرونه. انا مش هحط ايه موضوع ننزل جايباها منين الكلمه دي؟ بصي مش عارفه ننزل يعني بورق الخطوات. ننزل بورق الحائط. هنضيف المكرونه. احنا هننزل بورق الحائط دلوقتي. هنضيف احط يعني بحب احط كميه قليله. ماشي 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 ماشي. انا ماليش في المكرونه قوي. كويس انا لو ما فيش شوكولاته يعني انا لما ببقى متنشنه كده ولا متعصبه كده ولا في حاجه ولا بتاع ولا مش عارفه ايه. سلمى حبيبتي هي الاداب بتعملي ايه؟ تاكلي شوكولاته؟ انا جبت لك شوكولاته. اجيب لك شوكولاته يا رضوى؟ اجيب لك شوكولاته بسكوتي؟ انا مشكلتي ضعفي شوكولاته بجد. كلنا مشكلتنا الشوكولاته. ممكن بقى الدارك بقى دي قرفه بحب اضيفها. حلو وانا بموت في القرفه. قرفه فظيعه بصراحه. كده خلاص انا تقريبا خلصت. ما تهزريش. طيب دي هنسيبها قد ايه؟ احنا الاول احنا الكوسه قد ايه في الفرن؟ الكوسه بتقعد في الفرن على حسب على حسب حراره الفرن. هنا على حراره كام؟ الحراره تبقى 180 تاخد 10 دقايق. بفتح الشوايه بس من فوق. حلو. ما بفتحش الفرن تحت. ده قد ايه على النار؟ دي ما كملتش نص ساعه. ما كملتش ربع ساعه. سوري يعني بصي من ساعه ما بدانا ما خلاص كده كده هيستوت خلاص. الكبده بتاخد سوا بسرعه. دي بتاعها هتتعمل تلزق. لا ما تقلقيش مش هتلزق. طيب ما تقلقيش. ودي كده خلاص برده خلصت. انا بحب يعني حسب الرغبه بقى. انا بحب اضيف عليها اي ورقيات خضراء. ممكن نحط كرفس. ممكن نحط كزبره بالراحه. بس انا مش هحط دلوقتي عشان مش عارفه. ما تضيفيش قوي. ايوه بالظبط كده. ما انت هتحيش وتضيف. ايوه هو بتبقى يعني بتبقى حاجه كويسه خلاص كده عليها. بس وخلص. احنا هنقدم دي ودي هنقدمها برده. طب يلا هات لنا بقى الجاهز. اوكي اهي دي المكرونه كده بالخضار يا سيدي. لا استني بقى نعمل سفره حلوه بقى. نعمل سفره حلوه. هنشيل الحاجات دي. نعمل سفره حلوه. شيلي بقى دول. اوكي حطي بقى ده كده اهو وكملي بقى بيت السفره بالحركات. بقى ودي شوربه الكريمه احنا بنقول عليها شوربه الكريمه بالشوفان. أوكي. والخضار احنا ضايفين عليها خضار عشان تبقى وجبه متكامله. انتي نورتي النهارده. انا فرحانه ان انا معاكي بجد. مبسوطه جدا. نورتي الدنيا كلها. ميرسي جدا ليكي. واستمري يا رب اكون ان انا قدرت اعمل حاجه بسرعه. لا عملتي كل حاجه باقصى سرعه والله العظيم. انا عايزاكي تستمري. عايزاكي لما تخلصي ال 17 كيلو اللي فاضلين نستضيفك مره ثانيه. ان شاء الله تاني مره ثانيه ونعمل اكلات. اكلات ثانيه ان شاء الله باذن الله. يا رب اكون كنت ضيفه. نورتينا. ميرسي جدا. شلتي عزيزات. انا قلت انها خست 13 كيلو وهي قالت ان قدامها لسه 17 هتخس 30 كيلو. لما قررت ان هي تخس عملت لنفسها نظام غذائي مش ممل مش بتاعي يلا نخس في 5 اسابيع اللي هو صدور الفراخ والسمك ورز الصبح ورز بعد الظهر ولا وهنشيل ونحط. هي عملت هي فهمت طبيعه جسمها فعملت له نظام غذائي قدرت تخس بالراحه جدا من غير ما تمل 13 كيلو. دي الاكلات اللي هي بتعملها في بيتها علشان خاطر تخس. استبدال الدقيق الابيض بالشوفان. البعد تماما عن اي حاجه بيضه مكرونه او رز او عيش ابيض. ارجوكم بلاش السكر. ينفع نستبدله بعسل. خليكم معانا تابعونا وما زلنا معاكم وهي وبس.